يواجه فريق الالي فريق الرياد في الجولة التاسعة والعشرون من دوري روشن السعودي لكي تشاهد معنا المباراة مع علي فضل الضغط في القناة وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى للمباراة ملعب بلانت فيصل بن فهد ستاديوم بالرياد في تم الساعة التاسعة ليلا بتوقيت السعودي وقطر والامارات والساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساء بتوقيت الجزيرة وتونس والمغرب وسوف تدع المباراة عبر قناة اس اس سبورت دي وعيد الناقل الحصري لدي تجدون الرابط في صندوق الوصف نتمنى لكم فرصة ممتعة لا تنسوا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل خاصية وتفعيل كل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل مباريات القوية والمقبلة ونضع لكم مواعيد في موعد قادم